السلام عليكم. نعم. بعد في مصطفى لو سمحت، انا دلوقتي شغال في شركه عقارات، واي عقد بيتعمل مع اي عميل في بند غرام التاخير على القسط، بس انا مش شغال في الجزء دوت، بس العقود كلها بتاعه البيع فيها الكلام ده. فهل والبند ده انا اعرف ان هو بند ريبوي؟ لا مش بند ريبوي، ما يلزمش يكون بند ريبوي، لان ممكن يكون بند ريبوي، ممكن يكون غرامة تعزير. هي 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 معمولة غرامة تعزير لو حد اخر. طيب يعني ما الوسيلة التي يؤمن بها البائع اذا باع واخلف المشتري في السداد؟ احنا اي عميل بيشتري عندنا بيمضي، المفروض بيعمل شيكات بالاقساط بتاعته، ولو هو مسافر العميل ما بيمضيش شيكات، ما فيش وسيلة امان يعني لو مش حاطط شيكات. ايوه حاطط شيكات، ما انا بسأل يعني هب انه لم يسدد في وقت الشيكات. ما عنديش حاجه تانيه اقدر ان انا ما عنديش بند مثلا ان انا التأخير يبقى مفسوخ او اي حاجه. لا عندي غرامه بتتحط على التاخير، بس يعني عميل غرامات التاخير اذا ترتب على التاخير ضرر يلزم بها الشخص. اذا ترتب على التاخير ضرر، ايوه يلزم بها الشخص، لانه ليس بقرض، هو ليس بقرض، هو بيع. انا ما اقرضتك، قلت لك انا ما اموال الناس، مثلا شخص ما هو اموال الناس يثمرها لهم، منهم ايتام، وقال لك انا ابيع هذه السلعه بمئة الف. تمام. تسدد على كم؟ قلت له على 3 اشهر. خلاص 100 الف، تفضل السلعه. جيت أنت أخرتها سنة، تضرر الناس، لابد من وجود شيء يرضع. أيوة صح، لابد من وجود رادع حتى تسير أمور المسلمين على ما يرضي ربنا. أنا على ما يرضي ربنا، أنا ما أقرضتك عشان تقول لي، حتى تقول لي أنت يعني عادي فريبة. أنا ما يبقاش زي القرض. نعم. لا مش قرض، لا أنا ما أقرضتك، ولو قلت لي لن أسدد لن أقرضك، ما هي فلوسي. أيوة. أنت فاهم الكلام؟ فاهم حضرتك. وهذا في الشركات أيضا، شركات تشطيب العمائر مثلا. أنت بتأتي واحد مثلا مقاول يشطب لك العمارة. أيوة. قلت له شطب لي العمارة. بيبقى في شرط جزائي لو أخر. علي وعليه، حتى أمور المسلمين تستقيم. ايوه. لا ضرر ولا ضرار يا منير العبادي، في شيء في الشريعه اسمه لا ضرر ولا ضرار، وهذا ليس بربا، لان ما ربا انت تقرض وتاخذ القرض مع زياده. انا ما اقرضت، عقد البيع ده ما يسمىش عقد بيع، وبعدها ملزم للطرفين. هناك يعني في شيخ بعض الاخوه، يعني خلينا بعض الاخوه وبعض الاخوات، لابد في مراعاه حديث رسول الله والقاعدة الشرعية العامة، لا ضرر ولا ضرار، لا تضر بي ولا أضر بك. تمام. إنما الآن يحصل، الآن واحد مثلا يبيع لك شيء، متى سيسدد؟ خلال 15 خمس سنوات لا يسدد، وبعدين تجي المحاكم تحكم بعد ما أتعب وأصرف على المحامين وأتضرر وأموال الناس تتعطل معي والناس يأكلون وجهي، وتقول لي لا تحمله ضرر، وأضر بي وجزاء سيئة مثلها. إعمال العمومات مطلب، إعمال العمومات مطلب، جزاء سيئة مثلها، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. تمام سيدي. يعني واحد مثلا يكذب عليك ويقول سأسدد ولا يسدد، لا ضرر، القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار. طيب تمام. طيب سلام.